من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها، تجول العالم الريادي عدنان مجلي فزار الجامعات الفلسطينية، فلسطين التقنية خضوري وبيرزيت والقدس حتى البوليتكنيك في الخليل، والتقى رؤساء هذه الجامعات ومجالسها الأكاديمية. هو هدفها طبعا أنه نشارك خبرتنا ونجاحاتنا العلمية والأكاديمية والاقتصادية كمان مع الطلبة، مع الطلاب اللي طبعا موجودين في هذه الجامعات الأساسية والمهمة. مجلي اطلع على المختبرات الطبية لجامعة بوليتكنيك فلسطين بعد أن ألقى محاضرة أمام أساتذة الجامعة وطلبتها عن الريادية والاقتصاد العالمي، وبيّن أنه لا يمكن التميز بين الشعوب إلا من خلال الملكية الفكرية. العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي يعتبر ليس فقط عالم وباحث بل مستثمر وريادي في كثير من القطاعات، ومنها تأسيس شركات على مستوى العالم والاستثمار في هذه الشركات. وفي جامعة بيرزيت ناقش سبل التعاون المستقبلي معها، ثم زار مصنع الأدوية التابع للجامعة بعدما التقى بطلبتها في محاضرة بدأها بالحديث عن مسيرة حياته. احنا بنرحب هاي الزيارة ترحيب كبير، والدكتور عدنان مجلي عالم فلسطيني احنا بنفتخر فيه، بنفتخر في إنجازه العلمي وخاصة الطبي والمتعلق بالأدوية كذلك. وكان الختام في جامعة القدس، حيث وقع اتفاقية لإنشاء أول وأكبر مركز للأبحاث الطبية في فلسطين والأول في الوطن العربي، خلال احتفال كبير نظمته الجامعة عقب استقباله. نلتقي بالعالم المتميز الأخ الدكتور عدنان مجلي الذي استطاع بجهد وباستخدام عقله أن يتميز فعلا بكثير من الإبداعات. يعني إحنا في جامعة القدس لدينا مبنى ضخم جدا، إحنا بده ترميم وعمل كبير، اللي هو كان مبنى المجلس التشريعي مجاور للجامعة. يعني بعد التباحث والمفاوضات الطويلة مع الدكتور عدنان وافق مشكورا على أن يكون في إطار جامعة القدس وأن يقوم بترميم هذا المكان وأن يستخدم هذا المكان كمركز للأبحاث الطبية التطبيقية. طبعا المركز الطبي البحثي العلمي هو لترجمة الكفاءات الفلسطينية الموجودة والعقول الفلسطينية الموجودة في فلسطين في الداخل والخارج، دمجهم مع بعض بتوفير الإمكانيات والبيئة المناسبة للبحث العلمي سواء كان طبي أو غير طبي للعلم. يعني يشار إلى أن الدكتور مجلي هو المدير التنفيذي لمجموعة مجلي الاستثمارية، وحصل على جائزة رجل العام في أمريكا عام 2008، وحاز على جائزة باحث العالم في نفس العام، كما سجل باسمه أكثر من 680 اختراعا، وتمكن من اكتشاف بعض الأدوية للأمراض المزمنة مثل السكري والزهايمر والسرطان. لتلفزيون وطن، أمجد حسين.